تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران بحر هذا الأسبوع في عمليات متفرقة من تفكيك شبكات إجرامية دولية مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري وإحباط عدة محاولات للهجرة غير الشرعية. هذه العمليات النوعية جاءت بفضل تكثيف التحريات وتتبع وترصد أفراد الشبكات الإجرامية، أين تم تسطير خطة محكمة بالتنسيق مع وحدات حراس السواحل، مع فتح تحقيق معمق لتفكيك خيوط هذه الشبكات الدولية. أفضت العمليات إلى توقيف 218 شخص، من بينهم 46 شخص من جنسية مغربية وثلاث سوريين، حجز 12 قارب وتسع محركات مختلفة القوى والأحجام، 11 مركبة، 3660 لتر من البنزين، معدات للملاحة والإبحار متمثلة في بوصلتين ضغطي هواء وصدريات نجدة، مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر ب 232 مليون سنتيم، ومبالغ مالية من العملات الأجنبية قدرت ب 6135 أورو و500 درهم مغربي، جوازات سفر وهواتف نقالة. تم تقديم المشتبه فيهم أمام القطب الجزائي المتخصص بوهران حول جناية الشروع في تهريب المهاجرين بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني مقابل منفعة مالية، جناية تبييض الأموال، وكذا جنحة عدم التبليغ عن جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة.